بالقاهرة أعيد انتخاب المغربي محمد البكوري بالإجماع رئيساً للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. انتخاب محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين جاء في إطار جلسة إجرائية في بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عقدها البرلمان العربي لانتخاب الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم. كما تميزت عمليات تجديد هياكل البرلمان العربي بانتخاب خديجة حجوبي عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب نائبا لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب. كانت يعني إعادة الانتخاب ديالي داخل هذه اللجنة المرة الثانية، وخاصة لثار انتباه هو الإجماع ديال الإخوان أعضاء البرلمان العربي كلهم، فكنشكرهم في هذه المناسبة على الثقة اللي داروها في المغرب في بلاد ديالنا. هذا الشيء اللي كيعكس بأن المصداقية اللي عند بلادنا هي يعني انتشرت في كل أرجاء البلاد العربية، وكذلك أن كل عارفين بأن المغرب له وزن وله قيمة والمصداقية ديالو يعني أصبحت معروفة. كنت دائما اللجنة المشرفة على الفرز، وكانت ديمقراطية وكان شفافية في كل المحطات اللي مر بها انتخاب يعني الرئيس، وكذلك نواب الرئيس رؤساء اللجان ونواب رؤساء اللجان. وكذلك حظيت اليوم بالإجماع كنائبة رئيس اللجنة الاجتماعية والشباب والمرأة. ومن جهة أخرى تم أيضاً انتخاب الإماراتي محمد أحمد اليماحي رئيساً جديداً للبرلمان العربي لولاية مدتها سنتين. وتعهد الرئيس الجديد للبرلمان العربي بهذه المناسبة ببذل كافة الجهود من أجل تعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك، كما أكد على ضرورة التعاون والتكاتف بين مكونات البرلمان العربي.